الحمد لله. شوف يذولي مش نحكي على شوط ثاني، خاطر شوط اول اللي هزت في رقم كنا اوت. الشوط الثاني عرفنا كيفاش ندخل المباراه، دخلنا المباراه يعني كيما نورمالمون ندخل في اي مباراه في الشوط الاول. الحمد لله يظهر لي ثلاث نقاط يعني بالمردود، شوط اني 45 دقيقه مردود ونتيجه، وهذا المهم. ربحنا الدويل اللي ما كانش في الشوط الاول، ربحنا الدوزيام بال ما كانش في الشوط الاول، لعبنا الكره اللي ما كانتش في الشوط الاول، للاورغانيزاسيون كانت موجوده، لي تروا ليني كنا كومباكت اللي ما كانش في الشوط الاول زاد، هذا كله خدمنا عليه الحمد لله. يظهر لي مردود ونتيجه، هذا يخلينا باش نخدموا في اريحيه كامله ان شاء الله.